نجح ما عنده مشكله في النزول. صحيح. فموضوع التصويت في الدنيا احنا ما عندنا خلاف معاه، لكن الخلاف ان الحكومه غير جاهزه بالنسبه للصوت، الصوت الواحد خاصه بالطاقه المدنيه، لانك انت الان ما دام اقريت حاليا يجب توفر لكل مرشح سيدي الانتخابات، بيعرف الناخبين الان اليوم ترشحت ما عندهم سيدي، قال ما عندنا احد غير جاهزين، اشكال بوضوح قال احنا غير جاهزين ما عندنا سيدي عشان نعطيكم كمرشحين عشان تعرف الناخبين. الان احنا نسمع بس عدد الناخبين 139 الف في الدائره الثالثه، بس من هم الناخبين؟ ما عندك علم، ما في. فبالتالي انت قاعد تشتغل على بركه. فيفترض الحكومه كذلك بما ان اصدرت مرسوم الصوت الواحد وانكشفت الاعداد بالنسبه وفق البطاقه المدنيه، اتضح ان دائره 250 الف ودائره 90 الف، المفروض تعدل الدوائر الانتخابيه وفق الكثافه السكانيه، الكل متساوي، متوسط الدائره حيكون 170 الف دينار، لكن الحكومه ما اقدمت على الخطوه، تخلت الموضوع حاليا على الوضع كما هو، اقرت الصوت الواحد، لكن ان شاء الله في المجلس القادم سنتقدم باقتراح بقانون باعاده توزيع الدوائر الانتخابيه حسب الكثافه السكانيه بحيث يكون متوسط الدائره 170 الف ناخب. يعطيكم ابو حماد، بعد نزول احمد السعدون الانتخابات منو راح يكون صوتك؟ طبعا بالنسبه لنا احنا مو عارفين منو سينجح في الانتخابات. نعم. بعد فرازات المجلس ونعرف منو الناجح في الانتخابات بعدين نقرر. انت ما تجي تقرر حاليا وانت ما انت شايف من اللي ينجح في الانتخابات. خلي الناس تنجح. في ناس وده ينزل الرئاسه. في المجلس، اذكر في المجلس الماضي واحد من المرشحين اعلن نازل الرئاسه بس ما نجح في انتخابات الرئاسه، ما نجح قصدي انتخابات مجلس الامه. لذلك انت الان ما تقدر تحدد حاليا دون ما تشوف ملامح المجلس القادم بعد النتائج. فبعد النتائج تعالوا سألني اجاوبك. البعض يقول صوتي لاحمد السعدون. هذا هذا رايه، هذا الراي، ولكن انت ما تعرف، قد انت شوف الافرازات من اللي ينجح في المجلس القادم. لما ينجح تعرف من اسماء المرشحين، من اللي يوصل المجلس الامه ذيك الساعه تحدد. فاسالني لما اشوف النتائج ان شاء الله. يعني تشوف انت في المشهد ان شاء الله بعد النجاح في المشهد السياسي في المجلس القادم، هل يكون في تعاون ولا كالعاده؟ والله شوف، هو المفروض يكون في تعاون. اذا ما في تعاون انتخابات مره ثانيه معروفه يعني. وبعدين الانتخابات القادمه الان 90% انتخابات بطلان. جميع اغلب الخبراء الدستوريين حاليا قال لك المجلس القادم مبطل لعده اسباب واضحه جدا. ولكن بالنسبه لنا امام خيار واحد، يا انك تنزل انتخابات او ما تنزل. في بعض الاخوان قال لك ما دام ما راح يبطل ما راح ينزل. ولكن مثل سعدون حماد متعود على انتخابات وما عندك تكلفه، الديوان موجود، انتخابات في لحظه ما عندي مانع. فالتوقعات الان اكثر من 90% انه المجلس القادم مجلس مبطل. لكن مع ذلك انه مبطل سنخوض انتخابات. يعطيكم العافيه ومشكورين.